انما العمليات احنا واقفين كنا عمالين مع في الدرسين الماضيين بنفصل في انما الاعمال بالنيات وفي قضية الحصر. الواحد حيران ما بين انه هنعيدهم بس انا ايه ولا ما نعيدهمش عشان يظل اللي حاضر له ميزة على اللي ما حضرش. لا احنا مش هنعيد، احنا هنقولها كده في السريع، واللي عاوز يسمع التفصيل الكلام يبقى راجع الدرسين والحمد لله مقصود. انما شوف الشيخ هنا بيقول ايه، احنا بقالنا اسبوعين بنقرا في السطرين او الثلاث اسطر دول انه انما تفيده ليه الحصر، والحصر هو قصر ايه، قصر المسند في المسند اليه. وتكلمنا عن الاجراءات الفنيه اللي مشي عليها الشيخ رحمه الله تعالى عليه في كيف يفهم النص، ونبهنا على اهميه نظريه القوائم، وانه النص الشرعي لا يمكن ان يفهم الا بقوائم. وقلنا اقسام القوائم، ان في قوائم متصله وفي قوائم منفصله، ودينا الخطوات، حللنا الخطوات اللي الشيخ ماشي عليها كاتبها انت عم شيخ محمد. طب قولها لنا كده فكرني بيها، اللي هي شوف ايه، شوف حته احنا واقفين عند حته ايه، فاذا وردت شوف مديني اجراءات فنيه ازاي هنمشي مع هذه الجمله. بيقول فاذا وردت هذه اللفظه فاعتبرها، فان دل السياق فإن دل السياق وبعدين يقول لنا الخطوط اللي كتبتها، فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به، وإلا فاحمل الحصر على الإطلاق. جملة يعني رائعة وشديدة الفنية، فيها إجراءات فنية خطوة 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 كيف كانوا يفهمون الإيه؟ يفهمون النصوص. اللي احنا قلناه قبل كده معنى الحصر، قلناه اللي هو حصر ايه، قصر شيء على شيء. واللي كل القصه ان هو قلنا ان الجمله العربيه فيها اسناد مسند ومسند اللي هو عمليه الاسناد، وان ده من ايه، من مباحث علم البلاغه. والمقصود بالقصر قصر المسند، القصر المسند اليه ايه، في المسند المسند اليه ونقصر عليه الايه الاسناد. وضربنا الامثله اللي ذكرها الشارح، انما انت منذر، انما الحياه الدنيا لعب وله، والاخر الكلام اللي بالتفصيل في الدرسين اللي ايه اللي فات. الخطوات بقى الفنيه اللي في الجمله اللي احنا قريناها. الخطوه الاولى القراءه على مستوى الالفاظ والحروف. اول خطوه عملناها اهو، احنا بنقرا على مستوى الالفاظ والحروف. ما بنقراش كده بالعبيط ولا هي قرايه جوال، لا ده شوف ده واقف عند انما. وقلنا انه عندنا حروف مباني وحروف معاني، وان الحروف حتى حروف المباني بيصير لها دلالات خاصة، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. حروف المعاني زي الباء والواو والحروف اللي هي أدوات الجر دي اللي بنسميها حروف إيه؟ حروف المعاني التي لها معاني خاصة بها، فإيه؟ تدل على معنى في غيرها، دي بنسميها حروف المعاني. حروف المباني اللي بتبني منها الجملة، وإنه حتى حروف المباني لها دلالة خاصة صرفية ودلالة خاصة بلاغية. فيبقى قاعدة نمرة واحد القراءة على مستوى الألفاظ، نصوصنا كده القراءة على مستوى الألفاظ والحروف، إن في فرق بين رحمن ورحيم، في فرق بين فاعل وفعال، فالقراءة على مستوى الحروف. ها أدي أول قاعدة، ودي واخدها منين؟ فإذا وردت هذه اللفظة، شوف أهو بينبهني على القاعدة ده أهو، إذا وردت، خد بالك، إذا وردت هذه اللفظة، خد بالك إن أنا بتكلم في الألفاظ أهو، ده في أدوات وماشي خطوة خطوة، هيبقى أول قاعدة القراءة. قراءة النص العربي وفهمه إنما تكون على مستوى الحرف، لا على مستوى الجملة ولا على مستوى الكتاب من أوله لآخره، ولا على مستوى المقالة، على مستوى الحرف، غير كده يفهم. ها الخطوة الثانية اعتبار الألفاظ لضوء القواعد. عندي قواعد، فلازم شبكة القواعد تبقى عندي، قواعد صرفية، قواعد نحوية، قواعد بلاغية، بشبكة من القواعد لابد انها تكون موجوده عندي. وقلنا انه القواعد دي انك عالم او باحث. العالم له علم مسبق والباحث له علم لاحق، يبقى انت باينه. طب وقاعدتها ايه؟ والله لو عالم والحمد لله وعالم بيها وعندك قواعدها وعارفها يبقى كويس. طيب ما انتش عارف،
تعرف، يبقى لابد ان يكون عندك ادوات البحث اللي تستطيع بها انك تبحث وتكشف شبكه. يبقى في حد قال لنا في منهج علمي، في انك عارف مبادئ العلوم العشره للعلوم الاسلاميه والعربيه، وميز بين موضوعات العلوم بعضها وبعض المسائلها، تستطيع ان تكشف عن ايه؟ المساله، مساله ما انتش عارفها يبقى تعرف تدور عليها. ويبقى انت واعي ان كل لفظه لها قواعد، وقواعد متشابكه. مش قاعده ولا اثنين ولا ثلاثه، لا ده احنا بنتكلم على مستوى الدلاله المعجميه، وبعدين مستوى الدلاله الصرفيه، وبعدين مستوى الدلاله البلاغيه، ده احنا كده لسه ما طلعناش من اللغه. طيب ها، طب وتاثيرها ايه على المعنى؟ طيب وتاثيرها على الحكم الشرعي؟ اهو الدايره عماله ايه؟ عماله بتوسع، وكل واحده من دي ليها قواعد. طيب الدلاله المعجميه لازم تبقى فاهم ازاي تكشف في المعاني. الدلاله النحويه يبقى لازم ازاي تبقى عارف نحو. الدلاله الصرفيه تبقى عارف قواعد الصرف. الدلاله البلاغيه تبقى عارف. وما كنتش عارف تعرف، تعرف كيف تعرف؟ يعني تعرف كيف ايه؟ كيف تعرف؟ كيف تكشف في المعجم تتعلمه، كيف تكشف في النحو تتعلمه، ليش ازاي في الصرف ونعمل الميزان الصرف بتاعها وهكذا. الخطوه الثالثه استعمال نظريه القواعد. نعم. تاني ها؟ استعمال نظريه القواعد ده كان على صور الشيخ اشار لده، اللي هو في ابيات سطرين ما يفهم ذلك بالقواعد. وقلنا ان النص العربي من اسس فهمه انك انت لازم تراعي القواعد، ونظريه القواعد دي اوسع من الدليل. والقواعد اما متصله في نفس النص او منفصله. والقواعد قد تكون عاديه تعرف بالعاده، عرفيه تعرف بالعرف، شرعيه بالشرع، عقليه بالعقل، لغويه باللغه. وضربنا على ذلك امثله في الايه؟ في الدرس السابق اللي اسمعه. تمام؟ وهو ده اللي بيخلي الناس بتحيل عن الفهم. ده انا جوه النص هو محتاج شبكه قواعد، محتاج اقرا على سبيل الحرف. ايه الصعوبه دي؟ طبعا صعبه مش لعبه. ما بنقولش ده عشان نخيف الناس من النص، بنقول ده عشان حتى لا يستهينوا فهم النصوص. طب ده انا جوه النص ما خرجتش منه والعمليه معقده ومتشابكه كده، طب ده انت كمان بتقول لي لا ده انت عندك كمان قواعد، لا ده انا عندي كمان بره القواعد سياقات. سياقات وقوائم منفصله ومتصله. طب المتصله جوه النص سهل تعرفها شويه، طب وكمان المنفصله؟ اه وكمان المنفصله. احيانا بتتحكم عادات العرب في لغتهم في الفهم. وضربنا على ذلك مثال بالخف. ليه النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين دون غيرها من الملبوسات اللي في القدم؟ وضربنا مثلا ده ان هو شوف ده الخف ده. طيب والفقيه لما يجي يصف الخف، يجي واحد زي الشوكاني يقول لك ها بص ده بيتحكم في الشريعه، ده بيتقولوا على الله ورسوله ما لم يقل. ده بيقول كده لما يجي وصف الخف بانه يمكن تتابع المشي عليها ولا ينفذ الماء، عايز الشوط لا دليل لها. هو اللي مش فاهم انه رخصه لا يتجاوز بها محل. شوف شبكه القواعد اللي في دماغ الفقيه اللي بيها بيقول لا ده لازم الخف يبقى صف 1 2 3. انه واحد سياقاته اللاحقات انهم كانوا يلبسون عده اشياء في رجلهم. طيب ايه اللي ورد في المسح؟ الخف بس. انا هضرب مثل كده في السريع، يبقى الخف بس. بمعنى كده عرفت من القوائم بمجمل قواعد السنه ان الخف ما وردش انه مسح على النعلين مثلا، مع كل النعلين بتوع سيدنا النبي معروفين، وصفه النعل معروفه، بل موجود صور له. يعني موجود نعل النبي صلى الله عليه وسلم موجود في بعض المتاحف الاسلاميه وصوره متداوله. طب ما مسحش على النعلين، مسح على الخفين، معناها انه هنا رخصه في حاجه معينه. طيب شبكه القواعد عندك بتقول ايه؟ بتقول ان الرخصه لا يتجاوز بها محلها. مسح على الخفين، خلاص انا مسح على الخفين. طيب صفه بقى الخفين ايه؟ اهو برجع للغه العرب، هم بيسموا الخف ده بيطلقوه على ايه؟ وبحول هذا الاطلاق الى وصف. طلع واحد في زنا، اثنين ممكن تتابع المشي عليه، ثلاثة كذا وكذا، هو الدليل اهو. التاني هو اللي مش فاهم اصلا القصة، اللي بيجي ينكر على الفقهاء، هو اللي مش فاهم القصة ان النص لا يفهم الا بقرائن، وان القرائن دي متصلة ومنفصلة. المتصلة يعني مع نفس النص بتاعي قد تأتي قرينة تصرفه او تعين على فهمه، وقد تكون القرائن منفصلة عنه، وان القرائن انواع. بالعاده قوائم عاديه وقوائم شرعيه وقوائم عرفيه وقوائم لغويه وقوائم عقليه. ده اصول فقه ده فقه. لا ده فقه. نظريه القواعد نظريه القواعد هتبقى اصول. وان لم يتعرض لها كثيرا، بس لا في الحقيقه هي اصول. كل حاجه بقولها متاخده من باب.
التجميعه دي في دماغ الفقيه، كل فقيه هو مجمعها، لازم يكون مجمعها وعارف القواعد. اه والله القواعد الرخصه دي رخصه، انا ارجع لباب القواعد الرخص هعرف ان الرخصه لا يتجاوز بها محل، الرخصه لا يقاس عليها، ان الرخصه كذا وكذا وكذا، يبقى عندي قاعده واخد بالك. وبعدين طب دي قرينه، طب ايه انواع الادله؟ ايه انواع القوائد؟ دي موجوده برضه في الاصول. طب ايه القوائد، القوائد المعتبره شرعا والقوائد غير المعتبره شرعا وهكذا. فده ايه جوه الاصول. بس ما الوقوف على القوائد ده فقه، فاستقاء النصوص الشرع، معرفه القوائد وانواعها وتفصيلها ده طبعا هيبقى ايه؟ هيبقى اصول. تمام. ها الخطوه يبقى دي خطوه نمره واحد القاعده على مستوى اللفظ، الخطوه نمره اثنين ان لابد ان اكون محيط بالقواعد اللي بحتاجها في اللفظ ده شبكه القواعد. الخطوه نمره ثلاثه اني افهم في ضوء القواعد. الخطوه الرابعه استفدنا من قوله فقل به والا فاحمل الحصر على الاطلاق قاعده مهمه، وهي ان الاستعمال من صفه المتكلم والحمل من صفه السمع. اهو شوف بيقول لك ايه، فاعتبرها فان دل السياق فاحمل، فان دل السياق على الحصر هنحمله عليها، وان لم يدل السياق على الحصر المخصوص هنحمله على الاطلاق. ودي نقطه مهمه قوي بيغفل عنها، بيديني قاعده اهو، فاحمل الحمل من صفه مين؟ السامع. الاستعمال من صفه المتكلم والحمل من صفه السامع. يعني انا اللي مسؤول عن المعنى اللي انا فهمته مش المتكلم، وانه يجوز تعدد الحمل. دي نمره واحد. نمره اثنين ويجوز ان احنا نختلف في الحمل. ونمره ثلاثه ان الله سبحانه وتعالى لم يكلفني بالوقوف المطابق اللي هو مطابقه ما في الواقع لما في نفس الامر في الفهم. انا عندي الاستعمال ده في نفس الامر، هو استعمله في المعنى مراد ايه بالظبط؟ انا مانيش عارف. فانا هحمله قدر المستطاع على 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 دلالات الالفاظ وعلى القرائن والسياقات قدر المستطاع مسؤوليتي انا. ولهذا يتجوز تعدد الحمل. طب مثاله سيدنا ايه حديث بني قريظه، لا يصومن احدكم العصر الا في بني قريظه. سيدنا النبي استعمل هنا النهي لا يصليان. طب والحمل، واحد حمله على النهي مطلقا من الصحابه وقال لا مش هنصلي الا هناك حتى لو خرجوا، والثاني حمله على معنى الحث فانصرفوا من معناه الحقيقي الى معنى مجازي، ومعناه الحث انه حسن على الصف او تعدد الايه؟ تعدد الحمل. طب يجوز تعدد الحمل؟ يجوز تعدد الحمل اذا كان اللغه تسيغه وقواعد شبكه القواعد والقرائن تسيغه. ها قاعده الرابعه. طيب فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به وإلا فاحمل الحصر على الإطلاق. طب أنا حطيت نص كده نوثق بيه برضك عشان نبقى خلصنا الفايدة، نوثق بيه كلام العلماء في علماء اللغة في موضوع الحصر والإيه والقصر من الكتاب اللي دايما بوصل بيه المشايخ والطلبة اللي هو معظم علوم اللغة العربية للدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر. وده من الأدوات المهمة للباحثين كلهم. أداة سريعة للبحث وأداة دقيقة. ورفعناها على النت موجود مرفوع البي دي اف بتاعه وافعينه علشان اللي عاوز ينزله ويستفيد بيه أو يطبعه. كتاب معجم علوم اللغة العربية عن الأئمة. اسمه كده. واخد العلوم منها علوم إيه؟ النحو، الصرف، فقه اللغه، المعاني، البيان، البديع، النقد، الخط، الاملاء، العروض، القوافي، التلاوه. الدكتور محمد سليمان عبد الله الاشهر طبعه مؤسسه الرساله طبعه الاولى سنه 1822 2001. وللاسف نفلت من سنوات طويله وطالبنا ان هم ينشروها يا رب يكونوا احدنا ان شاء الله لانه الكتاب نافع جدا ودقيق للغايه. والدكتور الاشهر ربنا يبارك فيه ويتقبل منه هذا العمل في منتهى الدقة، وبينقل من الكلمات الاصطلاحية بينقلها بمنتهى الدقة من المصادر. فهي أداة مهمة قوي أن نقول إيه، كملوا أدوات البحث، إما عالم سابق أو باحث لاحق يكون علمه لاحق. فدي من الأدوات اللي هي اللي عنده كتاب في كل علم من العلوم دي هيسوا عليه الكشف. طب المعجم بيساعد لي إيه؟ أه في اللغة زي ما إحنا قاعدين أهو ساعة بدل ما نقوم نجيب طب هات حتة نحو هات حتة صرف، أو ده بيساعدني على
الكشف في العلوم اللغه كلها، وبيحل على الكتاب الايه المختص، المصدر المختص اللي في كل ماده بيكتبها بيجي في الاخر يقول لك ايه مصدرها كذا. طيب فهو بيقول ايه الحصر، وهو بينص في كل في اول كل مصطلح هو ده من علم ايه. فالحصر ده علم بلاغه، الحصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. يبقى الحصر هنا ايه؟ تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. يبقى لابد من وجود طريق في اللغة عند لغة العرب، الحصر له ايه؟ طريق مخصوص. وغيته ان انا بخصص شيء بايه بشيء، خصصت الاعمال بانها انما تكون بالنية. تمام؟ وهو المسمى ايضا بالايه؟ بالقصر. ومصطلح القصر اكثر شهرة عند البلاغيين من مصطلح الحصر. طيب بيقول ايه بقى في القصر؟ القصر اولا من علوم الايه في علم المعاني. طب هو تحتوى في البلاغه تحديدا فني علم من العلوم في علم الايه المعاني من علوم البلاغه الثانيه. القصر في اللغه الحبس، وفي الاصطلاح تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. اقول احنا كده ايه، انا كده بعمل ايه؟ بنشتغل على الخطوه الثانيه اللي هو شبكه الايه القواعد. قلنا اول خطوه نتعامل على مستوى الالفاظ، ثاني خطوه اني ايه القواعد، شبكه القواعد اللي عندي في اللفظه. طب تعالوا نرجع ونشوف، طيب اللفظه دي قواعدها ايه بلاغيه. وهتلاقي حتى اللي تعرضوا للمساله من الاصوليين موجوده، انما موجود كلام لهم في البلاغيين في مباحث الالفاظ وحروف المعاني في كتب اصول الفقه، كانوا بيتعرضوا لها بيستمدوا من الايه من البلاغيين، بيستمد ما يعنيه ملخصا من الايه البلاغيين. والشيء الاول تخصيص شيء هو الايه المقصور، الشيء الاول هو الايه المقصور، والثاني هو المقصور عليه. يبقى عندي كده قصر في مقصور ومقصور عليه، والطريق المخصوص هو اداه القصر اللي زي ايه النمى. والمراد بتخصيص الشيء بالشيء اثبات احدهما للاخر ونفيه عن غيره. يبقى فان لما اقول انما الاعمال بالنيات، ان انا ايه هقصر الاعمال على النيه، قبول الاعمال او صحتها او كمالها على حسب ما هنقدر على النيه، وهننفي الصحه او القبول او الكمال عن ايه عن ايه عن العمل الذي ليس له نيه. فايه يبقى غايته او المراد به اثباته احدهما للاخر، اثباته ايه المقصور للمقصور عليه ونفيه عن غير المقصور عليه. وبهذا تكون جمله القصر، شوف الكلام بقى، في قوه جملتين. وبهذا تكون ايه؟ ايوه جمله الايه في قوه جملتين، جمله مثبته وجمله نافيه. ويكون القصر طريقا من طرق الايجاز. شفت الكلام الجميل؟ لان ذكر جمله فافهمك الجمله الثانيه واوجز في الكلام، وهذا من ايه؟ من بلائغ كلام الايه؟ كلام العرب. شفت الحلاوه؟ وبهذا تكون جملات القصر في قوة جملتين، جمله احدهما اللي هي المثبته، والجمله الثانيه اللي هي ايه؟ النافيه التي نفت المقصور على غير المقصور عليه. ويكون الايجاز من اهم اغراض، ويكون القصر طريقا من طرق الايجاز، ويكون الايجاز من اهم اغراضه، اغراض القصر. وقد يصرح في القصر بالجملتين معا كما في القصر بلكن وبل وليس. احيانا نيجي في الجملتين نقول ايه كذا وكذا لكن كذا، ونقوم ايه نجيب الاثنين. ومن اغراض اللي هي الاثنين، الجمله المثبته والجمله النافيه. ومن اغراض القصر ايضا انه قد يقصد به تمكين الكلام وتقريره في الذهن لدفع ما فيه انكار او شك. ولا يخفى ان هذه المزايا انما هي للقصر بادواته الاتيه. كل ده نفقود جملتين، وان في مقصور ومقصور عليه، وانه اثباته ايه اثبات المقصور المقصور عليه ونفيه عن غيره، كل ده ينبغي ان يكون له طرائق محدده. طيب الطرق المحدده بقى هيبتدوا يفرعوا في الكلام، واحيل الايه
احيلكم على ان في قصر حقيقي وفي قصر مجازي وفي قصر قلب وقصر افراد وقصر تعيين الى ايه الى اخر هذا المبحث. المهم انه يكون ايه يكون في ذهن ده المفروض كله بيبقى في ذهن الشارع وفي ذهن من يريد ان يستنبط من كلام ايه من كلام القواعد دي. كل المبحث ده من صفحه اهو 317 لغايه صفحه 320 ينبغي انه يكون في ذهن في الذهن وازيد من الشيخ ما بيلخص طبعا. طيب بس اللي يعنينا اللي يعنينا هنا حاجات. اولا عندي ايه طرق الحصر؟ كده بقى عندنا في انواع وفي اقسام، في حصر حقيقي وحصر مجازي، وبعدين في اقسام للحصر اللي هو ايه؟ قلنا ايه؟ قصر اضافي وقصر حقيقي وقصر اضافي وقصر قلب وقصر افراد وقصر تعيين وامثلته موجوده في الكتاب. طيب طرق الحصر ده اللي يعنينا دي مهمه. في العطف زيد شاعر لا كاتب، اهديته فين الايه؟ وفود القصر ان انا قصرته على الشعر لا على الكتابه وجبت الايه؟ وجبت الجملتين اهو. احنا قلنا انه ايه؟ بلاد ما بلوى ليس او ممكن زيد شاعر ليس كاتب او زيد ايه؟ فهنا ايه؟ او زيد كاتبا بل ما زيد كاتبا بل شاعر. فجبنا كده ايه؟ دول في قوه الجملتين، الجملتين هم موجودين عندي هنا باينين اهو. طيب من طرق القصر النفي والاثبات لا اله الا الله. من اشهر امثله النفي القصر بالنفي والاثبات اللي هو ايه؟ لا اله الا الله. ويفيد طبعا قصر الايه؟ قصر المقصوع على المقصوع عليه. طيب الثالث احنا المهم لينا ده مولانا ولا المهم لينا الانواع اللي هي كله مهم كله مهم لان انا الكلام على الحقيقه ولا المجاز كله مهم القصر ده في العدد ولا مش في العدد عشان ممكن ازود العدد يزيد الاحاديث مختلفه يقصر هنا على ثلاثه يقصر هناك على اربعه وهكذا. لا قضيه العدد قضيه ثانيه. قضيه العدد وهل في قصر في العدد دي هتبقى قضيه ثانيه انا هنوسع فيها الكلام قوي. فخلينا لما يبقى يجي مثال للعدد نتكلم عليه. لانه وصف العدد لا مفهوم له، فلما يصير مفهوم له ما يخشش معايا في القصر. لان هو هنا اصله احنا قلنا في قوه جملتين، جمله في المنطوق والجمله الثانيه في المفهوم، والعدد لا مفهوم له. فهندخلنا ايه؟ هندخلنا نوسع في الكلام قوي. مش احنا قلنا ان القصر في قوه جملتين، جمله في المنطوق اللي هي في النص اللي هي المثبته. دي خمسة أسماء مثلا. الجملة المثبتة في المنطوق. طيب والثانية الجملة الثانية المنفية ما في المفهوم، مفهوم مقتضى، مفهوم مقتضى الكلام مفهومه هتبقى المنفية. طيب العدد اللي هو مفهوم مبقى ومفهوم مخالف. طب والعدد عدد لا مفهوم له هيخش في القصر، يخش في القصر يبقى مبحث ثاني بقى. تمام؟ طيب يبقى عنده طرق القصر. واحد العطف زائد الشعر لا كاتب. اثنين النفي والإثبات لا إله إلا الله. ثلاثة إنما زي إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. ها؟ الطريق الرابع التقديم والتأخير. شاعر هو، أقول هو شاعر فلما بتقدم الخبر على المبتدأ يفيد الإيه؟ يفيد الإيه؟ يفيد القصر. نعم نعم التقديم ده التقديم يفيد الإيه؟ يفيد القصر. ماشي يا سادة؟ وضح الايه الكلام كده الى حد ما. ومعنى ايه؟ معنى ان انا اقول انا عندي ادله وعندي شبكه قواعد لابد ان انا اعود ليها قبل ان انطلق في استنباط الايه الكلام. قلنا الخطوات ديت اللي هي النظر للالفاظ وكذا في عمل قضيتك ولا في حد نص على كده؟ هو نصص اهو، احنا خدناه من الكلام اهو. بس احنا حللنا انا ما اقطعتهاش برضك ما افتكرتهاش. هو ان كان بس ان انا وضحتها. يعني عملنا عناوين. حطينا لها عناوين يعني خدنا مع بعض اهو. فاذا وردت يعني الخطوات الثلاثه اللي احنا قلناها دي ولا الاربعه كام احنا قلنا ثلاثه؟ اربعه. واخدينها من لفظ اهو. بس احنا عملنا ايه؟ وقفنا على الجمله دي وقفنا عليها بالتحديد. اذا وردت هذه اللفظ اول واحد القاعده على مستوى الالفاظ موجود باللفظ. ادي اول ايه؟ ادي اول حاجه. فاعتبرها الاعتبار اللي هو ايه؟ شبكه الايه؟ شبكه القواعد. فاعتبرها. طيب اعتبرها ازاي؟
ادور على قاعده. طب قاعدتها ايه؟ لا اما علم سابق او علم لاحق. علم سابق يعني عالم بها، علم لاحق هبقى باحث وعندي قدره على البحث ومعرفة ادوات البحث. ماشي. فان دل السياق السياق هي جبنه نظريه القائم. هو قال قبل كده هو يفهم ذلك بالقائم. قبلها بثلاث اسطر بيقول لفظه انما تثبت المذكور وتنفي ما عداه، وهي طاره تقتضي الحصر المطلقه وطاره تقتضي حصرا مخصوصا، ويفهم ذلك بالقائم. ماشي. فان دل السياق يعني دل السياق بقائمه. فتيجي عند ايه؟ اهو الفهم من خلال الايه؟ القرائن. والقرائن تقوم هنا كان اللي عملته غلط. دلاله قدر القرائن فين موجوده عندي؟ بيبحثوها ويتكلموا عليها في قرينه تقابل الدليل وفي قرينه اعلى من الدليل. يعني احنا بنستعمل القرينه ها بمعنى ضيق تقابل الدليل، يبقى الدليل القوي والقرينه اللي بيبقى فيها ايه خفاء وايه واشاره مفيش فيها تصريح بالمدلول. ادي احنا بنستعمل القرينه في الكتب بهذا المعنى. وفي قرائن بتبقى بنستعملها كجنس اعلى بمفهوم عام واوسع يشمل الدلائل وغير الدلائل، ويشمل الاشياء الصريحه والاشياء المعينه على الفهم. الاشياء الصريحه في المساله والاشياء المعينه عليه. يعني لما ضربت مثلا بموضوع الخوف، فهم لقضيه العزيمه والرخصه، ما دي معينه دي قرينه. فهم لقضيه انه لا ده كانوا بيلبسوا اكتر من حاجه في رجليهم، السؤال طب ما وردش في السنه حاجه بيمسحوا عليها تاني؟ لا ما وردش. يبقى معناها ان في خصوصيه هنا اهو. طيب فهم العلم. طيب وصفه الخف عندهم ايه؟ ما دي كلها قواعد، بعضها بالسنه وبعضها بالاستقراء وبعضها بمعرفه قواعد اللغه الى اخره، وبعضها بمعرفه هما بيفكروا ازاي، الفقيه بيفكر ازاي، وبيبقى ايه باستخدام منهج الايه التحليل. ماشي. القاعدة الرابعة قلنا اللي هو ايه؟ القاعدة الأولى إن القاعدة مستوى اللفظ، القاعدة الثانية هعتبرها في ضوء قواعدها العلمية، القاعدة الثالثة إن هستعمل القرائن. القاعدة الرابعة خد بالك أنت كل ده شوف أهو على القاعدة مستوى اللفظ وبتستعمل القاعدة وبتجتهد، طب تخفى عليك قاعدة؟ طب لا تلتفت إن اللفظ فيه شغل والحرف فيه شغل. تاني حاجة استعمال القرائن ده شيء صعب أوي، ده أنا عندي أنواع من القرائن بالعادة وبالعرف وباللغة وبالشرع وبالعقل، فقد تخفى عليه قرينة ويطلع عليها غيره. فيصير بعد كل ده بعد الثلاث قواعد الأولى إنه هيصير بقى مسؤولية الحمل دي مسؤوليتك. ما تجيش وتدعي إن هو ده مراد الشارع وتقطع وتتبرع على الشارع وتقطع عليه وهو ده مراده. يقول والله أعلم بمراده، في الآخر يقول والله أعلم بمراده، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمراده، والحمل ده مسؤوليتك لأنك قد تقصر في الاستقراء. وقد تطلع وقد لا تطلع على بعض القرائن التي تعين على الفهم او تحسن من الفهم او توسع من الفهم. فليه احنا بنقول خدوا بالك ده الحمل فحمل، شوف بيقول لك اهو فحمل فقل به والا فحمل، اهو في الحمل ده بيقول لك انت اهو ده مسؤوليتك انت، هتحمل الحصر على الاطلاق ولا هتحمله على المحصر المخصوص؟ ده مسؤوليتك انت، علشان تعرف انه في الاخر لو جه عالم تاني وفهم لا تدعي نفسك انك مالك الحقيقه المطلقه، وان حملك يساوي استعمال الشارع. اوعى تعمل كده لانه قد يتعدد الحمل، نعرف كده انه قد يتعدد الحمل. ودي تبقى قاعده ثانيه. نمره واحد انه الحمل قلنا الحمل من صفه السامع والاستعمال من صفه المتكلم. ادي قاعده. طب والقاعده دي ندرسها فين؟ ادي شرطه القاعده نحكي ايه؟ ده في علم، ده عملوه علم اسمه علم الوضع والفوا فيه كتب. من اهم رسائله اللطيفه العالم الخفاق في علم الوضع والاشتقاق. طيب وفي رساله تحفه انا جايب منها عدد يمكن ربنا يسهل ويخليها تجيها في الجدول، جايب منها تجيها حلوه بتاع الشيخ الديني. جايب منها عدد عندي هنا، وكل ما بنزل مصر اجيب منها اوزع على الطلبه رساله مهمه جدا اللي هي رساله الوضع للشيخ الايه؟ للشيخ الديني سيدنا الشيخ العلامه العلامه الامام العالم الخفاق للصديق خان محمد الصديق خان الصديق حسن خان، ده العالم الخفاق في علم الشيخ ودي نادره وافضل منك على الشيخ الدجوي في الحقيقه، لان الشيخ الدجوي العلم ده مش مؤلف فيه كتير ومباحثه متناسقه. رساله وضعيه بالعضو من حواشيه وشروحه، وهو في الحقيقه الشيخ يوسف الدجوي اعلى كثيرا في المسائل دي من الشيخ الصديق حسن خان. وجاب بقى ايه خلاصه الحواشي رساله في منتهى الدقه على قد ما هي صغيره، انما رساله واعره قوي
وعاوزه بقى تتقري بعنايه شديده زي ما احنا عاملين كده. مثال الوضعيه دي عاوزه تتقري بعنايه شديده جدا، لان كل كلمه وراها شغلانه، وراها مبحث، وراها كلام في الحواشي وبحوث، لانه استخلص لي كل الحواشي اللي اشتغلوا على والمباحث المتفرقه اللي اشتغلوا فيها على الرساله الوضعيه للعضو، وعمل الرساله دي تحفه، الرساله دي تحفه. ربنا يكرمنا ان شاء الله ونبقى نحطها في الجدول بتاعهم، انها صغيره بس هتعذبنا وهتاخد مننا جهد ومشقه في الاداء. القاعده الثانيه اللي عندي بعد كده انه قد يتعدد الحمل. طب يتعدد الحمل ده بايه؟ انما واحد بتعدد الوضع. انه قد ياتي بايه؟ ياتي بتعدد القرائن. ممكن يبقى الكلمه ليها اكثر من وضع، فانت هتحملها على وضع والثاني يحملها على وضع، هو هيستدل بالسياق في السياق بقرينه يحمله على الوضع اللي انت هتستدل بيه. ايه ثاني؟ النظريه قلنا عليها ايه في ضمن الكلام اللي قلناه؟ القانون اللي بيسموه قانون الرازي، اللي هو نفي اللي هو الاحتمالات العشر، ان الكلام قد يكون فيه اختصار، قد يكون فيه حذف، قد يكون فيه تقديم وتاخير، وقد يكون فيه حقيقه ومجاز. ها؟ وقد يكون الى اخر الايه الاحتمالات العشره اللي بيذكروها اللي بيها انه يختلف الحمل، يختلف الحمل قد تقدر اهو، انما الاعمال وصحتها اديني قدرت محذوف اهو، او كمال ولا كمالها، ها ولا احنا قلنا الصحه ولا ثوابها، هتقدرها صحتها زي الشافعيه ولا كمالها زي الحنفيه؟ يفرق المعنى، يفرق الحمل خالص، ده هتحمل وده على معنى وهنحمل ده على معنى. طيب وبعدين ده هيستدل يجيب ادله على انه هنا المحذوف هنا كمالي، وانه هنا مطلوب كمالي، وهيجيبوا ادله من الشرع، والتاني برضك هيجيب ادله من الشرع على انه لا ده المحذوف هنا صح. يجيبوا القرائن والادله والقرائن ويقول لا والله هنا انا هصرف النص لانه كمال المقدر كمال الاعمال، انما كمال الاعمال. الثاني يجيب قواعد اخرى على انه صحه الاعمال. تمام؟ لا صلاه كامله ولا لا صلاه صحيحه، يبقى نفس برضك اللي ايه هنا في الحمل هنا هنحملها على ايه هنا؟ لا صلاه ايه؟ لا صلاه حاصله، ما اللي حصل صلي من اجله صلي وقف او سجد، طب ما الافعال حصلت، يبقى لا لازم يكون في مقدر، طب المقدر ايه؟ وهكذا. تمام؟ طيب تعالوا بقى نقرا عباره جديده عشان ايه نخرج من الحته دي، بس ده نموذج اهو واضح ان احنا ممكن ده انا خدوا بالكم ان احنا بندي مفاتيح، احنا ما عدناش يعني ما عدناش ورانا مبحث الخاص ولا القص، ده احنا كده واحنا بندي مفاتيح لازاي العلماء والائمه كانوا بيفهموا النصوص ادلنا كده يمكن ثلاث ساعات او اربع ساعات، لو احتفظنا الدرس ده مع الدرس اللي فات مع الدرس اللي قبليه بحوالي ثلاث ساعات او اربع ساعات عشان نعرف هما بيفهموا ازاي. انما في الحقيقه لو انت بقى عاوز تفهمها زي ما فهموها يبقى لازم هتجيب مبحث الحصر والقصر كله تقراه، عشان تكفي باب المعجم ده كده، لازم انت تروح وتجيب التلخيص المفتاح وتجيب المختصر السعد وشروحه وتقعد تذاكر بقى حلو وتفهم المبحث جيد. ده احنا كده بندي بس عشان بقى لنا ثلاث ساعات، الناس ممكن تستصعب وتقول ايه يا عم هو في ايه؟ لا يا عم ده احنا ده كده بس والله بندي مفاتيح، والله ما اشتغلنا. العالم بقى لسه احنا ده كده بندي مفاتيح ونموذج هنشتغل عليها ازاي؟ مش اشتغلنا عليه، ده اشتغلنا بقى هتروح تذاكر باب القصر بانواعه وطرقه علشان يبقى عندك يقين وذوق. تيجي في الاخر بقى تقول لي هم العلماء عملوا كده بالفعل، تيجي في الاخر تقول لي انا هطلع الحكم منها ازاي؟ ده لما اجي اقول لك ها هي صحه ولا كمال؟ هي ايه الحكايه؟ ده عنده حس وتقديم. ده هتروح على نظريه الحس والتقدير وتذاكرها لي حلو، وتيجي بقى عشان نقعد وتشوف هو الحس والتقدير ده بيتقدر ازاي وقواعده عامله ازاي. انا خد بالك ده انا بدي مفاتيح كيف هيفهموا. ما قعدناش وشرحنا ولا كوننا القواعد، ده انا بقول للناس روحوا اشتغلوا بقى عشان تعرفوا العلماء، اول ما بيعملوا معروف ما تعملوش فيها مشايخ ولا علماء، وسيبوا العلماء يقروا وسيبوا وناخد احنا نتقبل احنا مقلدينه على قد ايه وعلى قد حمل. انما ننبه على هذا علشان ما يجيليش ابو حمال وابو بمر ويقعدوا يتنططوا على المشايخ، لا ده الشرع مش لعبه يا جماعه. انا كده بقى ثلاث ساعات بتكلم في هم بيفهموا ازاي، انما ما اشتغلناش عن هم فهموه. ده فهموها دي ممكن تقعد شويه نحو وتذاكر شويه بلاغه وقاعده تقعد ترجعها في كتاب وتفهم فنها.
ماشي، وتبقى عارف قانون الغزل ده في منتهى الصعوبه، لان انت عقبال ما تخلص ال 10 احتمالات نفسك ده عاوز تذاكر العلم كله، تقديم وتاخير، عاوز تدرس ظاهره التقديم والتاخير، لان من ضمن ال 10 انه ايه حذف وادمار، فعاوز تذاكر حذف، هتذاكر نظريه الحذف والتقديم في اللغه، ادمار هتذاكر نظريه الضمائر، ماشي، حقيقه ومجاز هتذاكر ايه نظريه الحقيقه والمجاز كلها، هتذاكر علم طوله عشان تمشي بس ال 10 احتمالات ديت على النص نص، يبقى عاوز تذاكر العلم بطول، ما تاخد ما تلاقي نفسك اهو مذاكر علم، طيب هات تقديم والتاخير، عاوز تشوف نظريه التقديم والتاخير وهكذا. فاحتمال احتمال من الاحتمالات العشرة، كل احتمال فيهم ده انا بس كلامنا واحنا بنقعد اهو كام ساعه لتفتيح الاذان لكيف كانوا يفهمون. هو انا ببالغ ابدا والله، ده هو ده بالفعل شبكه القواعد دي بالفعل كانت في ذهن سيدنا الامام ابن دقيق العيد وهو بيتكلم كده، ده هو ده بالفعل، ده هو ده مش على سبيل التفتيح بقى زي ما احنا بنفتح كده، على سبيل العلم على وجه الحقيقه بالقواعد دي، ده دارس ومذاكر وعلى هذا كل باب من الائمه. يعني بيتكلم كل الموضوع اللي احنا نتوحد في هذه العلوم تمام وتعالى نغوص فيها، طبعا احنا مثلا برضه عايزين نعلم الناس يعني الامام اللي هو قصدك تقول الامام والخطيب، الامام والخطيب، انت عندك حق، اصل انت عندك مستويين من الخطاب، فوجه الى جهه العلم وجه الى جهه العامه، فمع اهل العلم لازم تكون متخصص وتفهم ده بعمق ويستوي عندك قوي بحيث تقدر تنزل بيه وتبسطه للعامه وتعرف انه الخطاب مستويات. احنا دلوقتي اللي احنا كده انا ما بقراش ال 40 النوويه للعامه، ال 40 النوويه للعامه كنت هجيب له ايه؟ شويه قصص على شويه حكاوي على معاني كده عامه اجماليه، مش هقعد له ثلاث ساعات اقول له في انما وانا لسه ما خلصناهاش، ده انا بقول له مفاتيح ثلاث ساعات في انما وبقول له في الاخر مفاتيح العامه هيحبط ولا علاقه لهم ده. بس انا ليه بفصل؟ بغض النظر عن شبهات الناس اللي بيشبهوا ابو حماله وابو بمبرز، دول كتير مش واحد عشان الناس تفتكر ان ابو حماله واحد، لا ده ابو حماله واللي زيه كتير، في ابو حماله ظاهره، في ابو حماله باطنه عيل لسه صغير بطنه يقع منه، واللي بمبرز ما فيش اكتر منهم، الذين لا يستطيع ان يستقر، بمبرز دي كنايه عن انه لا يستطيع ان يستقر لدوره الماء، لسه طفل صغير. فاللي يا طفل يا صغير ابو بمبرز مش عارف تستقر لدوره الماء، ما تجيش تتكلم بقى في الشريعه وفي فهم النصوص وفي الاعتراض على الشارع وحتى على كلام العلم، ولا ليك حتى ولا تقدر اصلا تطلع كلام العلم. ده انما دي احنا طلع قص ويقعدوا يتريقوا على ياخد دكتوراه في حد، دكتوراه حتى دي من اعوص الحيرة النحويين. فاذا كانت حتى بيتاخد فيها دكتوراه وانما يتاخد فيها دكتوراه. ده لو جبنا بس انما وجماعه نماذجها يتعمل فيها ماجستير. استعمالات واحد من حتى نهايه الغايه. الدكتور احمد عوان عمل يجي يشتغل فيه. تعالى وهات نماذجها في الكتاب والسنه وتطبيقاتها ودراسه بلاغيه تطبيقيه يشتغل عليه، انما دي يطلع منها بالطريقه تطلع فيها بعد ماجستير بالمرتاح. ما كانش يطلع فيها الدكتور يطلع فيها انما في القران والسنه دراسه بلاغيه تطبيقيه يطلع فيها ماجستير، ما كانش يتعمل غالبا يتعمل القصر اسمه مشهور، انما هو يطلع في النهايه بس اللي يطلع فيه هو الشرع بيتفهم كده. طيب يلا عشان ما نطولش، ومن هذا خلاص كده شوف بقى اهو، اولا النظريه ثانيا التطبيق. الاول هو قال لك الحصر وقواعده واجراءاته الفنيه باختصار، وبعدين بقى نقول ومن هذا، يعني ومن هذا الحصر المخصوص مش الحصر على سبيل الاطلاق، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والمراد بالاعمال الاعمال الشرعيه، يبقى هنا في حذف اهو مش مطلق اعمال، ومعناه ها يبقى حصر مخصوص اهو، ومعناه لا يعتد بالاعمال لا يعتد بها شرعا، والاعتداد اللي هو النفاذ والصلاحيه وحصول الاصل، لا يعتد بالاعمال بدون النية، مثل الوضوء والغسل والتيمم وكذلك الصلاه والزكاه والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات. دخلها على الاعمال العمليه الشرعيه العمليه. ماشي، اعمال الجوارح. ما
لان النيه اعمال قلوب، اعمال الايه؟ اعمال الجوارح. بس هو بيضرب امثله انه قال هو كذلك مثل كذا وكذا وكذا وكذلك، لانه يعني حتى برضه الاعمال القلبيه محتاجه النيه. الايمان مش مع الحاجات دي. الايمان اعتقاد القلب، اه تصديق قلبي، انما لا انا بنتكلم في الاعمال الباطنه من مثلا الاعمال داخل في الاعمال. نعم. هنا بنتكلم بالاساس احنا لينا الاعمال تصديق قلب، تصديق قلب. نعم. تصديق القلب، الايمان تصديق قلب. هو هنا بالاساس، بالاساس نطاق الفقه افعال الجوارح. نطاق الفقه ايه؟ افعال الجوارح الظاهره. ماشي. فاما ازاله النجاسه فلا تحتاج الى نيه. طيب ليه؟ لانها من باب الترك. الازالات كلها من باب الايه؟ من باب الترك وليس من باب الفعل. فلا تحتاج الى نيه، والترك لا يحتاج الى نيه. ترك النجاسه او ازالتها من مكانها فمجرد انت طرت تنجس. الترك في نفسه لا يحتاج الى ايه؟ الى نيه. وذهب جماعة إلى صحة الوضوء والغسل بغير نية. ماشي؟ وإنما هتبقى النية ليست بشرط صحة، إنما هتبقى كمالية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات محذوف. أهو نبتدي نرجع لإيه؟ أدي عندي، هو عندي حاجة محتاجة أهو اللي هو الحذف، لازم أبقى فاهم يعني إيه الحذف. واختلف العلماء في تقديره، فالذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال بالنيات، والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال بالنيات. يبقى عندي هنا محذوف في موضعين: صحة الأعمال الشرعية. طيب هنا لما نيجي في ألفاظ العموم هنعرف انه الجمع المعرف بالعام من الفظ العموم، فهل هنا المقصود كل الاعمال بالنيات؟ قال لا. طب صرفناها هنا، صرفناها من العموم الى الخصوص، الاعمال الشرعيه صرفناها بايه؟ بالقواعد. انه هو عندي عمل اللي هو ازاله النجاسه، الطرق اللي مش محتاجين. طيب عندي ايه تاني؟ الاعمال اللي هي المباح، المباحات والاشياء اللي زي كده، ها ما هياش، ما هياش مطلوب فيها نيه. الاعمال العاديه من عادات الانسان والاعمال الجبليه الى اخره مش مقصود فيها نيه. فهنا اهو لفظ عام وخصصه بالايه؟ بالقواعد. نعم. فمن كانت هجرته قرينه القوائم، سواء القرينه اللي موجوده اللي هي متصله في الصرف او القوائم المنفصله، بتقول لي هنا ان الاعمال هنا ده لفظ عام ايه دخله الخصوص، وان المقصود به الاعمال الشرعيه وليست ايه عامه الايه الاعمال. تمام. طيب فهنا يبقى في تقدير هنا دخل في الجمله، تقدير حذف وتقدير في موضعين، هي الاعمال هنا بصحتها ولا بكمالها، والاعمال هنا عامه ولا المقصود بها الشرعيه. طيب الشرعيه موضع اتفاق. طيب ايه؟ طيب اللي هو الموضع الثاني موضع اتفاق بينهم، بين الشافعيه والحنفيه. طيب و طب صحه ولا كمال، هو ده اللي موضع الايه؟ الاجتهاد والنظر والخلاف بينهم. وقوله: وانما لكل امرئ ما نوى، قال الخطابي يفيد معنى خاصا غير الاول، وهو تعيين العمل بالنيه. النجاسه تركها فعل ولا تركها ترك؟ انا عاوز اترك النجاسه فعل ولا ترك؟ طيب الازاله، الازاله نفسها، الازاله هو قصده يقول ان الازاله فعل، ازاله الشيء عن موضعه ده فعل، هذا هو قال من باب. انما ترك هو هو المقصود، المقصود بيها اصل مفيش حد بيروح ترك تعلق يتضمخ بالنجاسه، فهي فهو في الاصل النجاسه تروك. فاذا حصل واصيب بها فهو برضك الاصل، الاصل عنده ان يتركها. فمجرد تركها
هو ترك برضك ما هوش فعل. ترك رفع. ترك دفعها عنه. ممكن تكتب الثوب فيزيده بإذا بأنه يظلم أو يقطع يظلم. فلا يحتاج إلى ذلك. لأن هو ما هو إلا أنه ترك النجاسة عن نفسه أو عن بدنه أو عن ثوبه. ما هو نية بس ليه ما هياش مشروطة؟ يعني فضل ونواش بمعنى ايه؟ طيب خلينا مثلا ثوب نجس رحت ايه سبته علقته على الشماعة علقته على الشماعة وسبته لأهل البيت يغسلوه حطوه من غير نية في الغسالة مش بنية تطهيره يطهر ولا لا يطهر؟ وهجي حطوه خلاص والميه جرت عليه على قاعده الشافعيه في ان الميه تبقى واخده على النجاسه وليست موضوع محتاجه ان هي لا ده من باب الطرق من باب الطرق ان المفروض ايه تطرق النجاسه فجي بعد ما طلعوه غسلوه نشروه نشف انا غسلت الطوب ده قالوا غسلناه رحت جاي نفسه مصلي ليه احتاج ليه؟ هقول لهم وانتوا بتحطوا الغسيل في الغساله انه تطهير الغسيل لا مش مطلوب لانه من باب الايه؟ من باب الطهر. ماشي؟ هو عنه الاصل اصلا الاعمال مطلوبه بنيه اصلا ولا الاعمال مش مطلوبه بنيه اصلا؟ الاعمال تحتاج الى نيات والطرق لا تحتاج الى نيات. الترك ولهذا احنا بنقول الترك ليس بدليل، احنا الترك ده ما عملناش حاجه. ما تعملتش حاجه ما انتش محتاج لا نية ولا محتاج دليل عليها. انما خد بالك معايا جماعه احيانا ترك المنهي عنه تحتاج لنية يبدا تحصيل الثواب بقى. واحد تارك للخمر عمل ما عليه. ما شربش الخمر ابدا عمل ما عليه. طيب عاوز ياخد ثواب عليه بيانه، بيانه ان تارك المحرمات لله. طيب انا ايه هنا هو لو انت عاوز تاخد بقى ثواب هو النيه هنا بقى طلب الثواب عاوز تاخد ثواب على الطرق بقى ده هو ده محتاج نيه زي ان النيه زي ان عاوز اخد ثواب تعبدا ان الله سبحانه وتعالى امرني بازاله النجاسه وان النجاسه دي ينبغي ان اطهر منها فمن باب التعبد وطلب الثواب كده تاخد ايه تحتاج نيه لاظهار التعبد بالله سبحانه وتعالى بس مش للاعتداد مش للاعتداد الفقهي لان الاعتداد الفقهي زي ما مثلنا كده اعتراض لهم الجلابيه اتنجست ولا الهدوم اتنجست رميتها لهم في الغسيل خدوها ورموها في الغسيل ما كانتش ايه طيب طهر طهر ولا يحتاج الى ايه؟ ماشي؟ طيب هنخلص الحديث ده بينا 12 ونص نقف طيب ونكتفي بهذا القدر وصلى اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد كلماتك كلما عن ذكره الغافلون وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه